السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناة معلومة مفيدة. أهلا بكم متابعي الدوري المغربي. نتكلم عن نتائج مباريات الدوري المغربي يوم السبت ويوم الأحد 22 و 23 فبراير 2020، وترتيب فرق الدوري المغربي وترتيب الهدافين. والأسبوع مكمل معانا لسه لحد يوم الثلاثاء بإذن الله تعالى. الدفاع الحسن الجديد تعادل مع اتحاد طنجة 1-1، يوسفي برشيد فاز على الوداد الرياضي 3-2، الفتح الرباطي فاز على مولودية وجدة 2-1، والنهاردة سريع وادي الزم تعادل مع نهضة بركان 0-0، وحسنية أغادير أولمبيك خربكة فاز على حسنية أغادير 2-1. لسه عندنا مباراة يوم الاثنين بكرة إن شاء الله الساعة 8 مساء من توقيت القاهرة، الساعة 7 بتوقيت المغرب، بين الرياضي رجاء الرياضي ونهضة الزمامرة. ويوم الثلاث عندنا مباراتين أولمبيك آسفي مع الجيش الملكي، والمغرب التطواني مع رجاء بني ميلال. هنتعرف الآن على ترتيب فرق الدوري المغربي. بالنسبة لترتيب فرق الدوري المغربي، عندنا في المركز الأول الوداد ب 33 نقطة، نهضة بركان في المركز الثاني ب 32 نقطة، مولودية وجدة في المركز الثالث ب 30 نقطة، الرجاء الرياضي في المركز الرابع ب 28 نقطة، الجيش الملكي في المركز الخامس ب 28 نقطة، فتح الرباط في المركز السادس ب 26 نقطة، الدفاع الحسن الجديدي في المركز السابع ب 24 نقطة، المغرب التطواني في المركز الثامن ب 21 نقطة، يوسفية بورشيت في مركز التاسع ب 21 نقطة، نهضة الزمامير في المركز العاشر ب 20 نقطة، أولمبيك آسفي في مركز الحادي عشر ب 19 نقطة، أولمبيك خربكة في مركز الثاني عشر ب 19 نقطة، سريع وادي الزم في مركز الثالث عشر ب 18 نقطة، حسنية أغادير في المركز الرابع عشر ب 16 نقطة، واتحاد طنجة في مركز الخامس عشر ب 15 نقطة، ورجاء بني ميلاد في مركز الـ16 والأخير ب 3 نقاط. بالنسبة لترتيب الهدافين، عندنا يأتي في المركز الأول يأتي عندنا في المركز الأول اللاعب رضا هجهوج لاعب أولمبيك خربكة ب 10 أهداف، مركز ثاني إسماعيل خافي لاعب مولودية وجدة ب 8 أهداف، مركز ثالث جوزيف كانادو لاعب الجيش الملكي ب 7 أهداف، مركز رابع بيم لانغو لاعب رجاء الرياضي ب 6 أهداف، وكريم البركاوي لاعب حسنية أغادير، وأيمن أيوب لكحل لاعب المغرب التطواني في المركز الخامس ب 5 أهداف، وجيان كومبوس لاعب الفتح الرباطي ايضا، وكزادي كاسينجو لاعب الوداد الرياضي، وسفيان رحيمي لاعب الرجاء الرياضي، ووليد الصبار لاعب اولمبيك اسفي، وزكريا فاتي لاعب يوسفي برشيد. مركز سادس عبد تشابو لاعب نهضة الزمامرة ب 4 اهداف، وعبد الصمد نياني لاعب يوسفي برشيد، وابراهيم البحريوي لاعب سريع وادي زم، وابراهيم البحري لاعب نهضة الزمامرة، وحميد حداد لاعب الرجاء الرياضي، وعبد عماد الرحولي لاعب الجيش الملكي، ونجيب المعتني لاعب اولمبيك خربكة، ونبيل جادي لاعب مولودية وجدة، وايضا في المركز السادس برصيد 4 اهداف ياسين ذهبي لاعب الدفاع الحسن الجديد. متابعينا الكرام، شكرا لكم جزيلا الشكر على حسن المتابعة. كان معكم محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة. متنساش تشترك في القناة وتضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك، سبسكرايب ولايك للفيديو ليصلك جديدنا باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.